الكابتن زكي عبد الفتاح كابتن مدرب حراس مرمى منتخبنا الاسبق، ويمكن كان هو عنده زكي تعقيب رجع فهو من في امريكا. لا امريكا، هو في امريكا في كابتن امريكا. وعايز يعلق على هذه الجزئيه. واحد من ابناء المحله كابتن برضه يعني، الساعه كام فبالتالي دلوقتي يا زكي عندك؟ كابتن مساء الخير عليك يا كابتن. كابتن زكي ازيك يا فاروق، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن ربنا مجدي؟ يخليك. يا زكي عامل ايه؟ وحشني يا وحش. ازيك يا اخبارك ايه يا كابتن؟ عامل وحشتك ايه؟ والله. كان عامل ايه؟ عندك كله تمام؟ تعقيب يا كابتن انت زكي؟ الساعه عندك كام يا زكي؟ الساعة 4 وثلث اه في العصر، الظهرية، يعني هو من قاعد في 8 ثلاث الظهرية ساعات بقى. بالظبط. كابتن زكي كان عندك تعقيب على جزئية كابتن أسامة نبيه، يعني أعتقد إن أنت عندك جزئية في التعقيب على الجزئية دي. طبعا بص بص يا كابتن فاروق، خلينا صراحة انت، انا هتكلم دلوقتي كواحد مشجع في المحله، سيبك من المدرب والكلام ده، المحله دلوقتي. انا طبعا لما سمعت وشفت الحديث، لا سيف ورد ولا حاجه، والراجل يعني الراجل بيتكلم بطبيعته ماشي. انا مش مشكله عندي، المشكله عندي لما طلع ودلوقتي بيقول لك انا بعتذر، ده انا كنت بهزر، ده اللي زعلتني اكتر. بتهزر ايه؟ في كلام، في هزار؟ انت راجل مسؤول وراجل، دي حاجه كانت جواه وحاجه حصلت. انا كراجل محلاوي دلوقتي وحاسس ان قاعد مشجع المحله، اللي اتاخد مني الصوره وممكن انا او النادي بتاعي ياخدها، فعشان تتسرق مني بالطريقه دي طبعا ما كانش تطلع من مدرب، مفروض مدرب منتخب مصر، مفروض قدوه. انا شايف ان دي يعني حاجه، انا الناس جدا في المحله بيبعتوا لي، انا تصور ان الناس في المحله، في واحد بعتني بيشبهني، بيقول لي ان بيشبهني بسامة نبيه، هو هشام عشماوي، بيقول لي ده كلمة عن النادي وكلمة عن اللعيبه دي، وقرا الفاتحه وعمل كده وجاب طعام في ظهرهم. هشام عشماوي بيعمل نفس الشيء في مصر، كلمة على بس الجيش فرق وكلمة على كبير الفريق يا كابتن في الجزئية الخيانه دي، كتير. يعني بص زكي، يعني فرق كبير جدا مع انا كابتن عايز أسامة طبعا، عايز احتراما ليه يعني في عايز الجزئية عايز دي. نتكلم على ماشي ارض الواقع زكي، ويعني لا ايه، خلينا، انا بتكلم على مشاعر الانسانيه، ده خاين في مجاله، ده خاين في مجاله، انا خيانه بص خيانه. يا زكي، هو طبعا زي ما قلت انا خانه التعبير، وكان غلط انه يتكلم في جزئيه زي دي، وما ينفعش انه ما يتكلم في ينفعش يقول انا بهزر، ده شاف انا هقول لك حاجه كمان، شاف ما ينفعش يعني هو يتكلم كابتن اسامه كانك كمان خلي بالك هو بتهزر، ده انا كنت اشتغل في الاعلام بهزر وخطأ فعارف غلط. بينتقي كلامه، لكن فعلا انا هو خانه، هو طبعا هو استغربت جدا يعني من الامور يعني. بص يا زكي، موضوع اولا قديم، هو حب انه يدغدغ مشاعر جماهير نادي جماهير الزمالك. نادي الزمالك ويبين بالظبط، لا لهم ان بالظبط، هو راجل يبقى مخلص يطلع بقى لنادي يقول لك الزمالك، مع لا انا ان مش متفق معاك في يعني ده، انا مش متفق الناس معاك في ده. عارفه مين هو المخلص ومين هو اللي مش مخلص، يعني حتى ماشي كده، لو بس انت لعبت في انديه كابتن تانية فده شغلك، ده كان ساعتها وقت احتراف، وكان ساعتها صحيح عقود صحيح ولاعيبه بتنتقل من نادي لنادي وخلاص. بالظبط بالظبط كابتن مجدي، بالظبط احنا ما اختلفناش، انا متفق معاك 100% في دي. انا كان ممكن يطلع باعتذار ويقول يا جماعه انا كنت بعملها علشان انا كنت بقرب نادي الزمالك، عشان عايز وظيفه في نادي الزمالك، عايز مدرب نادي الزمالك، انا احترمه ده، مفيش انما حد انت هيقول قول انا كده يا كنت كابتن بهزر. ازاي؟ لا لا يا محدش احنا هيقول كده. فاهمين ده يا زكي، يعني احنا فاهمينه هو خلاص. كابتن ما مجدي لو تعتذر ما اعرفش معانا، انت اتعاملت مع كابتن اسامه تعتذر وتبقى كابتن خليك صريح زكي معانا، ولا لا؟ اتعاملت مع كابتن اسامه؟ اتعاملت معاك انت ما كابتن شخصيا؟ خليل، لا ما كانش في طقم اسامه نبيل، التدريب معاك احنا ما كان يا هو زكي ما كانش ساعة منتخب، المنتخب. لا لا كان هو، لا لا ما كنا احنا في ماسكين، كان هو مع فييرا ما في الزمالك، وكنت بنساله على لعيبه الكلام ده، يعني ما اتعاملت معاه، سال على لعيب، لعيب هنا ولعيب هنا، انما معامله شخصيه ما فيش، ما تفرقش معايا اذا كان صاحبي ولا صاحبي، انت عارف انا حقاني في كل حاجه، وبقول اللي انا شايفه ان ده، وهو كده قضى على نفسي، يعني مين الرئيس. بس انا في نقطه يا كابتن مجدي لو سمحت اتفضل يا كابتن، تتكلم معايا اتفضل ولا لا، اتفضل يا كابتن. المفروض تفوز دلوقتي كوزير شباب الرياضه، كاتحاد كره اللجنه الخماسيه، المفروض دلوقتي عشان احنا عندنا رئيس الحمد لله جه وبيبنينا كل حاجه من جديد، بيبنى تعليم من جديد، بيبنى صحه من جديد، عايزين نبني الرياضه من جديد، وعايزين نبني بقى الاخلاق من جديد، الاخلاق الضابط، الاخلاق من جديد. فانا لجنه تحقيق، ولازم يتساعد، اذا كنت بتهزر وما بتهزرش، ولازم ياخد موقف، لان ده يعتبر تلاعب في المباراه، ده فساد، لا انا هقول لك المفروض حاجه يعملوا كابتن حاجه بقى، قبل ما اللجنه دي تمشي. انا طبعا بشكرك كابتن زكي، لكن خلينا اقول حاجه، بشكرك كابتن زكي طبعا فتاح، ويمكن احنا بنتكلم